وينضم إلينا من الإمارات العربية المتحدة مدرب المنتخب الوطني فارس العساف. بداية أهلا وسهلا بك كابتن فارس عبر شاشة المملكة. في البداية نبارك لكم هذه الإنجازات في بطولة الفجيرة، كيف تقيم هذه المشاركة؟ مبروك لكم أول شيء، والحمد لله بطولة الفجيرة فارس زي ما حكينا من أول هي من أقوى البطولات اللي بتصير، مصنفة جي 2 شارك فيها تقريبا 2000 لاعب أكثر من 45 دولة، والحمد لله قدر المنتخب الوطني يحقق المركز الاول على كل هذا العدد وكل اللاعبين الموجودين، واكيد هاي مبشرات يعني خير انه لاعبيننا جاهزين للتصفيات الاولمبيه لبطوله اسيا. والحلو بالموضوع انه في لاعبين صراحه طلعوا من منتخب الناشئين للمنتخب الاول وقدروا يجيبوا ميداليات بهاي البطوله، لاول مشاركه لهم على فئه الرجال. نعم. كابتن فارس، هل كان التنافس مميز واستفاد المنتخب من تلك المشاركه؟ يعني زي ما حكيت بالاول وفي اللاعبين اللي حصلوا على ميداليات ذهبيه زيد مصطفى وزيد حلواني وجوليانا ونتري لعبوا 5 مباريات وكانت البطوله يعني مميزه، ولعبوا مع ابطال قاراتهم ومع اكثر من دوله، يعني في ناس من مع اوروبا ومع افريقيا ومع كل الدول، والبطوله بطبيعتها مشارك فيها 2000 لاعب كثير قويه، بتلعب من الساعه 9 الصبح للساعه 9 المساء مباريات كثير، هذا الحكي يكون مرهق على اللاعبين، بس احنا بنحب نحطهم في هاي الاجواء عشان لما يكون في بطولات كبيره برضه زي كاس العالم نكون جاهزين لهي الاجواء. نعم بالتاكيد. الان يستعد المنتخب نعم الان يستعد المنتخب للمشاركه في بطوله الحسنه الدوليه، كيف ترى الاستعدادات والتحضيرات؟ يعني زي ما حكيت لك احنا اليوم بالمطار، والان خبرتهم انه بكره الساعه 3 العصر تدريب عشان بطوله الحسن، فاحنا ما عندناش راحه ابدا يعني، وان شاء الله ندعو الجمهور كله انه يشوف اللاعبين بطوله الحسن وراح يكون مستواهم مميز ويظهر الجمهور الموجود ويرجون ان الاردن هي دوله عظيمه بالرياضه التايكوندو. نعم التنافس سيكون كبير ان شاء الله في بطوله الحسن الدوليه تقريبا بمشاركه 450 لاعبه ولاعب، كيف يعني ترى هذه البطوله وما مدى انعكاس هذه البطوله على المنتخب الوطني من الناحيه الفنيه؟ يعني اول شيء البطوله صار لها سمعتها، ومن بكره راح يوصل منتخب اليونان ومنتخب امريكا ومنتخب فلسطين ولبنان، هذول كلهم راح يكونوا موجودين معسكر داخلي قبل بطوله الحسن. السمعه اللي وصلت لها التايكوندو الاردنيه بفضل سمو الامير راشد رئيس اتحاد التايكوندو، بفضل مركز الاعداد الاولمبي، بفضل اللجنه الاولمبيه برئاسه سمو الفيصل، الاعداد الاولمبي برئاسه سمو الاميره زينب، قدره التايكوندو يكون لها سمعه عالميه، الدول كلها بتجي بتعسكر وتتدرب مع منتخبنا. ويمكن انت لو كنت موجود بالبطولة كان الكل بيحكي عن مستوى المنتخب الأردني كيف وصلته بآخر سنتين. نعم السؤال الأخير لك كابتن فارس، واضح من صوتك التعب الله يعطيك العافية، ولكن بعد بطولة الحسن الدولية ماذا هنالك، ما هي المحطة المقبلة للمنتخب الوطني قبل المحطة الأخيرة وهي التصفيات الأولمبية؟ بعد بطولة الحسن راح نشارك بطولة آسيا اللي راح تصير لبنان، من خلال هاي هاي المحطات راح اختار اللاعبين اللي يشاركوا بالتصفيات الاولمبيه. صراحه التنافس كبير بين اللاعبين لانه راح يكون عدد بس شابين وبنتين نسمع عنا نشارك فيهم، فهم بيعرفوا انه التنافس بينهم تنافس كبير وشريف، وبعد بطولة اسيا ان شاء الله راح اختار اللاعبين اللي راح يروح فيهم على التصفيات الاولمبيه بالصين ب10/4. اذا مدرب المنتخب الوطني الكابتن فارس العساف، شكرا جزيلا لك.